إلى سوريا، حيث توجه المبعوث الدولي ستيفن دي مستورا إلى موسكو لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في محاولة لإنقاذ مفاوضات جنيف قبل بدئها الاثنين المقبل، في وقت صد الثوار هجوما لميليشيا الأسد حاولت خلاله استعادة مناطق خسرتها في ريف حلب الجنوبي وأسقطوا مقاتلة له، بالتزامن مع اقتراب الثوار من أحد معاقل تنظيم الدولة قرب حدود تركيا، فيما شهدت أحياء في دمشق وفي أرياف دمشق وحمص وإدلب قصفا جويا ومدفعيا أدى لسقوط شهداء. وأكد مصدر في مكتب ديمستورا أنه بادر بالذهاب إلى موسكو للقاء لافروف وسط اعتقاد بأنه سيطلب ممارسة ضغوط على الأسد لقبول بحث الانتقال السياسي في الجولة المقبلة. وقال لافروف أن نتائج الجولة الأخيرة من المحادثات في جنيف لم يرفضها أي طرف. من جهته أكد ديمستورا أنه سيتوجه إلى عواصم أخرى من بينها طهران ودمشق وأنقرة والرياض للتحضير بشكل أفضل لاستئناف محادثات جنيف، معتبرا أن من المهم أن يبدأ جولته من موسكو التي رأى أنها قامت بدور رئيسي لإحداث زخم حقيقي في الحل السياسي. وتأتي هذه الجولة الجديدة من المحادثات بعد أيام من إعلان بشار الأسد استعداده لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في حال توفرت الرغبة الشعبية، فيما تعقد الهيئة التفاوضية العليا المعارضة في الرياض اجتماعا الخميس للبحث في المشاركة وإعداد أجوبة عن 29 سؤالا قدمها ديمستورا وتتعلق بالانتقال السياسي. مشاهدينا، وللمزيد أرحب ضيفي في الاستوديو السيد مازن علي الكاتب والباحث السوري. أرحب بك سيد مازن علي. لو بدأت معك، ميدانيا النظام يعني تراجع أو مني بهزائم مؤخرا في ريف حلب، والثوار حقيقة يقاتلون على جبهتين، جبهة مع الثوار وجبهة مع تنظيم الدولة ويتقدمون، يعني ما هي مؤشرات ذلك بناء على المعطيات على الأرض؟ واضح زياد من خلال تقدم، يعني هناك خبر أيضا يقول بتقدم النظام في منطقة القريتين في حمص، في ريف حمص، وأيضا هناك تقدم للثوار في شمال حلب وليس في جنوب حلب كما ذكر التقرير. أعتقد أن هذا يعني يعطيك مؤشرا بأن مفتاح التحرك العسكري حاليا يعتمد على دالة تنظيم الدولة الإسلامية ومحاربته أينما كان. هذه الدالة يعني لها مرتسماتها على في مسألة تسويق الذات وطرح الذات أمام المجتمع الدولي، وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يستقبل هذا الأداء العسكري. الثوار أعتقد أنهم استطاعوا إلى حد ما من تقديم أنفسهم في اليومين الماضيين في التقدم في شمال حلب ومقاتلة تحديدا تنظيم الدولة الإسلامية، طبعا بدون أن يعطوا لأنفسهم صبغة. يعني نحن لا نتكلم هنا عن جيش الفتح، ولا نتكلم عن جيش أو عن أحرار الشام، ولا نتكلم عن جيش الإسلام، نحن نتكلم هنا عن قوات الجيش السوري الحر. وأعتقد أن هذه دالة جيدة جدا. بالمقابل النظام يقوم بنفس الشيء ويحاول أن يقدم نفسه في إطار هذه الدالة التي سميتها دالة تنظيم الدولة الإسلامية. دعنا نشرك معنا لمعرفة المزيد من التطورات الميدانية على الأرض محمد نور الناشط الإعلامي، ينضم إلي من حلب. أرحب بك محمد. إذا ما هي آخر التطورات الميدانية في ريفي حلب الجنوبي والشمالي؟ نعم، سلام. في هجوم الثوار على أحمر إسبوع لا، هناك مشكلة في الصوت محمد. محمد هناك مشكلة في الصوت، يبدو أنه هناك مشكلة في التواصل عبر الإنترنت، ربما نعود لك محمد نور. يعني سيد مازن علي، المعلومات تتحدث عن معارك أيضا في الريف الشمالي إضافة إلى الريف الجنوبي، في الريف الشمالي، ومنذ يومين الثوار حرروا تلة العيس إذا كنت تذكر. اليوم قوات الأسد تشن هجوما مضادا في محاولة لاستعادة هذه المنطقة. إذن كما ذكرت في البداية، الثوار يعملون على جبهتين، ما هي الدلالة الإقليمية والدولية في ذلك؟ يعني انطلاقا من نفس الدالة اللي كنت أتكلم عنها، الإقليم أيضا
يعتمد أو يعمل بموجب هذه الدالة. يعني أعتقد أن هناك شيء من يعني ممكن نسميه زواج بالسر مع بعض مع بعض التنظيمات المقاتلة على الأرض، ولكن سرعان ما يقوم بعض دول الإقليم بالتخلي وال يعني بفك الارتباط معها على المستوى السياسي والإعلامي ظاهريا. يعني أنا أعطيك هنا مثالا واضحا وصريحا، يعني جبهة النصرة التي يقول الكثير من يعني المراقبين بأنها على ارتباط وعلى علاقة وعلى تمويل ما من بعض الجهات الإقليمية، ولكن حالما تضرب هذه الجبهة، نحن نذكر منذ عدة أيام ضربت جبهة النصرة وقتل أبو فراس المتحدث باسمها، ولم يتكلم أحد عن هذا الموضوع، ويعني هنا لم نسمع أي ردة فعل إقليمية. بالمقابل أخي زياد، أعتقد بأن النظام يعني يلعب على هذا الوتر، ونحتاج إلى يعني قراءة المشهد الإقليمي أو المشهد الميداني بشكل دقيق. النظام أخي زياد يعمل على مجموعة من الحركات تتعلق بالمصالحة في كثير من المناطق لجذب المقاتلين من الجيش الحر للعمل معه، ويقال وهناك تقارير تذكر بأن كثير من المقاتلين في الجيش الحر قاتلوا مع النظام في أكثر من منطقة، ويذكر بأن هناك يعني جزء من المقاتلين انتسبوا لما يسمى بقوات الدفاع، وقاموا بتحرير أو قاموا بالهجوم مع النظام على منطقة تدمر وما حولها. نعم. يعني هي الأمور كمان لازم نقرأها بشيء من الدقة. عاد إلينا محمد نور، ربما هذه المرة سيكون الصوت أفضل. محمد أرحب بك، تفضل. عطم أنا عدد في مرحلة في خلق جديد للأدنى المفترض في سوريا، قام قوات النظام بشن هجوم على نقاط الثوار في محيط تلة العيس ومدينة العيس الاستراتيجية. طبعا ترافق مع هذا الهجوم قصف عنيف سواء كان جوي شارك به طائرات روسية، أيضا هذا قصف بالإضافة إلى قصف مدفعي ورماية صاروخية مكثفة من معامل الدفاع نحو ما مدينة أي صوت إضافة إلى أحوال الزرقاء. طبعا كان الهجوم عند ساعات الفجر الأولى استطاع الثوار من صد هذا الهجوم، بالإضافة إلى عملية تسلل كان الهدف منها هو الالتفاف على تلة العيس ومدينة العيس، من هذا الهجوم وكانت هناك خسارة كبيرة للميليشيات المقاتلة على هذا المحور. كانت هناك أكثر من 40 جسد قوات النظام والميليشيات المتحالفة معه، بالإضافة إلى تدمير ما فعلهم على هذا المحور. طبعا هذا الخرط أثان خلال أيام بالنسبة لقوات النظام، في خرطة سابقة حرك قوات النظام التمدد من تلة العيس التي خسرتها التي سرعان ما خسرتها إلى التقدم إلى الربيع الصراع بمستحلب، ولكن الثوار بعملية مباغتة استطاعوا صد الهجوم، ومن ثم تقدم استطاعوا تحرير مدينة العيس ثلاثة. الآن بعد هذه المحاولة استطاع الثوار أيضا تكبيد قوات النظام خسائر فادحة، ونذكر أن الطيران الروسي قام هو نفسه في نعم. شكرا لك محمد نور الناشط الإعلامي، كنت معي من حلب، والمعذرة مشاهدينا لرداءة الصوت وذلك من المصدر. سيد مازن علي، يعني في هذه الأثناء مع هذه التطورات الميدانية، ستيفن دي مستورا يتوجه إلى موسكو ويعتبر أنه يجب أن يبدأ من موسكو. هل هناك يعني عوائق، مخاوف من فشل جنيف ثلاثة فهو يسعى لإنجاح هذه الجولة؟ أول شغلة يجب أن يضعها يعني السوريين في بالهم أن مفاوضات جنيف أو الجولة القادمة في جنيف هي جزء من عملية سياسية متكاملة، بمعنى أنها لن تعاير فيما بعد بالفشل وعدم الفشل، سوف تكون إحدى هذه الجولات. المسألة المهمة في زيارة دي مستورا للافروف أنها تأتي في تباحث في مسألتين. المسألة الأولى هي مسألة صلاحيات الجهاز الانتقالي، والمسألة الثانية هي مسألة بشار الأسد ووجوده على رأس السلطة أو على رأس المرحلة الانتقالية. طبعا هذا يأتي بعد أن قدم كل من النظام والمعارضة قدموا أوراقا لتبين رؤية كل طرف للحل. أتصور بأن المرحلة الانتقالية التي حددها يعني الروس والأمريكيين أو التوافق بتوافق روسي أمريكي المتمثل ب 18 شهر
يعني هون الخلاف على هل سيكون بشار الأسد طول هذه المدة أم سيكون في جزء منها ريثما تبدأ أو تسوى بعض التسويات المتعلقة بنقل الصلاحيات إلى من المؤسسات الأمنية الحالية إلى مؤسسات جديدة، أو نقل الصلاحيات من المؤسسة العسكرية إلى مؤسسة عسكرية انتقالية. يعني هذه الأمور الفنية أعتقد هي من أو هي التي تجول في بال المفاوض أو المبعوث الأممي ستيفن دي مستورا. وفي هذه الأثناء أوباما ما زال مصرا على أنه تدمير تنظيم الدولة لا يزال هي أولويته الأولى والأخيرة. هو لا يرى من المشهد السوري ولا العراقي سوى تنظيم الدولة، وبالتالي كيف ستكون رؤيته رؤية الحل في سوريا؟ يعني أخي زياد خلينا نكون صريحين، يعني نحن بعد 5 سنوات وبعد ما تعقد المشهد بسوريا إلى هذه الدرجة التي نحن نراها، يعني تبقى مسألة تنظيم الدولة الإسلامية هي المحرك الرئيسي للتحرك الدولي والتحرك الأمريكي على وجه التحديد. يعني 3 سنوات الأولى من عمر الثورة السورية كان هناك دعوات للأمريكيين للتحرك، كان هناك حتى من قبل حلفائهم الدوليين الفرنسيين والبريطانيين والنصائح التي كانت تقدم من خلال حتى جزء من إدارته. لاحظ أنهم لم يتحركوا إلا بعد أن ظهرت تنظيم أو ظهر تنظيم الدولة الإسلامية. إذن هذا هو المحرك الرئيسي الذي يحرك الإدارة الأمريكية، ويجب أن نفهم. ولكن المسألة هنا، يعني الولايات المتحدة الأمريكية خلال 3 سنوات عندما لم تكن تمتلك أي استراتيجية حقيقية في سوريا، تفاجأت بوجود هذه التنظيمات أو وجود تنظيم الدولة الإسلامية ولم يكن لديه استراتيجية، فلمسنا هناك الكثير من العبث ويعني ردود الأفعال متشظية غير متماسكة. يعني الوضع معروف بالنسبة للجميع على ما أعتقد. ولكن في مسألة، بما أنه عم نحكي بهالسياق هاد، الروس كانوا أوضح والروس كانوا أكثر تماسكا في التعامل مع المشهد السوري. وأعتقد بأن الروس والإسرائيليين بالمستوى الإقليمي هم من كان لديهم استراتيجية واضحة وثابتة وحافظوا عليها منذ اللحظة الأولى حتى هذه اللحظة. أشكرك جزيلا سيد مازن علي الكاتب والباحث السوري على حضورك معنا. شكرا.